Shine. وكم كنا نأمل من حكومتنا لو استوفت ما تعهدت به بشأن تطبيق خارطة الطريق خصوصا فيما يتعلق بالتعيينات وبمعرفة الحقيقة كاملة حول عملية القيادين الشهيدين شكري بن عيد ومحمد نبران وبحل ما يسمى براوند حماية الثورة وبتحييد المساجد حتى يطمئن الناخبون بشأن سير العملية الانتخابية. لقد رهنا على الحوار الوطني وعلى التمشي التوافقي سبيلا لمعالجة خلافاتنا بأنفسنا، وأثبتنا للعالم بأسره أننا جديرون بما أنجزناه على درب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، جديرون بما رسمناه عنه وبكل صدق في إطار مبادرة الحوار الوطني لم شمل الفرقة في وقت بلغت فيه التجاذبات حتى العداء، فكان أمس الرعنة في صياغة الدستور والمصادقة عليه وفي انتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفي التوافق بشأن تشكيل حكومة كفاءات مستقلة من نخب وطنية ونقابات وشعوب ودول العالم، لعل أبرزه التعاطف التلقائي مع مبادرة ترشيح منظمتنا لنيل جائزة نوبل للسلام.